في فقرة حقق امتيازك لهذا الأسبوع نتعرف على القصة الملهمة للرياضيين المقيمين في دبي الذين تمكنوا من إتمام ماراثون القطب الشمالي. بلشت الفكرة من حوالي 3 سنين ونص، وقتها تسلقنا أول مرة جبل كليمانجارو أنا وداني مع مجموعة من الأصدقاء. من بعد ما رجعنا وكان قررنا أنه بدنا نكمل بهالنشاطات، وقررنا أنه بدنا نتسلق جبال أكثر ونعمل نشاطات أكثر، مش هدي حتى نساعد أشخاص محتاجين مساعدة، مثل يعني بهالسنين الماضية ساعدنا أشخاص معهم مرضى بالسرطان. ففكرة أمني أثليس خلقت وقتها قررنا ننظم هالنشاطات هيدي، وكملنا من وقتها. طبعا هيديك السنة عملنا ماراثونات أصعب، يعني سافرنا حول العالم، عملنا 7 ماراثونات ب10 أيام على 7 بلدان. هذا كان أصعب شيء عملناه بحياتنا، لأنه تقريبا عم تركض 295 كيلومتر بظرف 10 أيام، فكانت كثير صعبة. الماراثون النورث بول هو كان تكملة لهيدي المسابقة، لحتى ناخذ جايزة شيء اسمه أسوسييت جراند سلام، وهذا كان هدفنا. فكمان سجلنا للماراثون وركضناه هيدي السنة. طبعا كمان كان أصعب شيء عملناه بحياتنا، لأنه الحرارة كانت تقريبا ناقص 40، عم تحكي الترين أو الأرض وعرة تلج وجليد على أول مرحلة من السباق 32 كيلومتر. بعدين كان في 10 كيلومتر المرحلة الثانية من السباق تلج غميق، يعني ما فيك تركض، بدك تمشي وما فيك تمشي سريع كمان، بدك تمشي بسرعة كتير بطيئة ل10 كيلومتر بحرارة تقريبا ناقص 40. فهيدي كانت كتير صعبة منتلي، يعني عقليا. نحن عادة بنعمل هالنشاطات لنشجع الناس حوالينا ليركضوا وليكون عندهم نمط حياة صحي، وسبب تاني كنا نعملها مشان حتى نساعد أشخاص أطفال مرضى بالسرطان. لهلأ ساعدنا خمس أطفال عندهم سرطان، ساعدناهم لحتى يكون عندهم كل التكاليف اللازمة لعلاجهم. وطبعا بنعملها مشان حتى نحن نشجع حالنا لحتى يكون عندنا كمان نمط حياة صحي، وللناس اللي حوالينا كمان يتشجعوا look at inspired، يعني ويصير عندهم كمان نمط حياة صحي وحياة صحية، ويكون عندهم هدف أكبر بكثير من الحياة اليومية اللي عم نعيشها كل يوم. طبعا كانت تجربة، يعني بعمرنا مش شايفين هيك شيء. أول ما وصلنا على النورث بول وغطت الطيارة، وطبعا بيفرجوك وين انت بالخيمة اللي قاعد فيها، كنا عم نرتاح بنسمع ومنحس بهزة، بنطلع برات الخيمة بنلاقي انه الجليد مقسم تقريبا متر ونص، والقسم تبع الجليد مثل فات بنص المدرج اللي بتغطي عليه الطيارة. فطبعا بالصوره اللي حنبعث لك اياها حتشوف كمان المدرج تبع الطياره انقسم لنصين، سو الطياره بطلت تقدر تيجي لحتى توصل الجروب الثاني تبع الماراثون وتوصل الاكل اللي كان لازم نحن نقدر نعيش فيه بالمخيم هنيك. فهذا ادى لتاخير 3 ايام تقريبا توتال، واضطروا يرجعوا يعملوا مدرج ثاني للطياره لحتى تقدر تنزل عليه. وطبعا القسم اللي انعمل بالجليد قسم المخيم باثنين، يعني لو كان الجليد انقسم 5 أمتار على الشمال كنا طبعا نحن كانت غرقت خيمتنا بقلب هذا القسم تبع الجليد. فطبعا لما تشوف هيدي القصص، وبالنورث بول ما في ارض، في جليد فوق البحر، سو لما انقسم الجليد طلعت المي، بعدين جمدت المي.
فطبعا هيدي اشياء ما بنقطع فيها بحياتنا العاديه، يعني كانت كثير اكستريم. و يعني لما تقطع بهدول الاكسبيرينسز بتغيرك كانسان. طبعا لما تعمل اول اكستريم تشالنج بتحفزك، يعني بتعطيك الحافز انه تكمل لقدام، بتشجعك تكمل لقدام. لما تصير العالم تانية بتعمل بتطلع لإلك كرمال تشجعها، بتصير انت اكيد بتتحفز لقدام لتعمل اشياء اكثر واشياء اكبر. هيدا كان يلي اجتمعنا عليه، وهيدا اللي نحن بدنا نعمله لقدام، يعني نضل عم نشجع ونساعد ونحفز العالم لحتى تعمل هيك اشياء كرمال العقل والجسم والمجتمع. يعني بالاشهر الاربع او خمس اشهر قبل اللي سبق كنا محظوظين انه في عندنا شركه رايت بايت عم بيساعدونا لحتى ان يكون عندنا اكل صحي ودايت صحيه لحتى نقدر نتمرن مزبوط، لانه طبعا التمرين 13 ل 15 ساعه بيحتاج فيول كثير، بيحتاج كميه اكل كثير لحتى تقدر تكمل بدون ما ناذي جسمنا. والمال الثاني كمان بدنا اكل مشان حتى نتعافى من تمارين هيدي، لانه طبعا لما تتمرن بصير العضل بيتخزى وبيرجع بيتكون من جديد. فطبعا هذا الشيء بيتطلب نوع معين من الاكل بدك تاكله، في بروتين كثير، في حتى في كاربس كثير. يعني فهذا الشيء كله كان اخذينه بعين الاعتبار رايت بايت انه عم بيعطونا الدايت الصحيحه. طبعا كمان عم ناخذ كنا مثل فيتامينز وسبلمنتس حتى كمان نقدر نكمل. سبلمنتس اكثر شيء عم ناخذهم وقت السبق او وقت لما نركض مسافات طويله، لانه طبعا بدك نوع من الاكل بيقدر جسمك يهضمه بسهوله وبسرعه مشان تقدر تكمل السبق وتقدر تركض بسرعه او تبرفون بسرعه بطريقه مضبوطه. نحن مكملين، يعني كل سنه حيكون في سبق وتشالنج اكبر. يعني نحن مثل ما بيقولوا بنلاقي حالنا بهول السباقات. بتشوف مناطق بالعالم ما حدا شايفها، بتعيش اكسبيرينسز منك عايشها من قبل، بتتعرف على عالم جديد، بتساعد كمان بالمجتمع بالبلد اللي انت عايش فيه وبالبلد اللي انت منه. فالشغله الوحيده اللي اكتشفناها انه لازم نكمل، ومكملين على اكسبيرينسز اكبر. مثل ما انك شايف نحن اشخاص عاديه، عنا اشغالنا بشركاتنا وعنا عيالنا، بس كل سنه حيكون في تقريبا اسبوعين لثلاث اسابيع من اكستريم تشالنجز يلي بنحضر له بالفترات، يعني ثرو اوت ذا يير بقلب السنه. هلا من وقت بلشنا كل مره عم يكون الحدث اصعب او السبق او التحدي اصعب من التحدي اللي قبله. بلشنا بجبال صعبين طبعا، وفي منهم تقنيين، في كمان عملنا سبع ماراثونات على سبع قارات بعشرة ايام، وهلا القطب الشمالي. فالحدث الجاي بده يكون طبعا بدنا نجرب نخليه يكون اصعب، مش سهل تلاقي حدث او تحدي اصعب من اللي عملناه. بس طبعا هلا نحن بعدنا راجعين هلا من القطب الشمالي، فعم نجرب عم نفكر بالحدث الجاي، عم نفكر شو معقول يكون في شيء بيقدر يحفزنا لحتى نضل مكملين ولحتى نعمل تحدي اكبر بكثير من اللي عملناه بعد. بس لهلا بعد مش عارفين بالضبط شو هو، يعني قريبا بعد ما نعمل شويه ريسيرش وهيك بنقدر نعرف شو. دائما يكون عندهم افكار تاخذهم على محلات بقلبها تجارب كبيره بالعالم، دائما يساعدوا اللي حواليهم اذا فيهم، ودائما يضلوا عم يشتغلوا لحتى يكون عندهم
مثل ما بيقولوا جسم سليم وتفكير نقي، وكل هيدي القصص جزء من هدول التجارب. بس اهم شيء بالعالم انا برايي يكون عندك فكره كبيره تعملها، تشجع اللي حواليك، تحفز اللي حواليك، وتضلك مكمل.